اليوم راح نديرو وصفه بالبيبنتال، على بالي كامل يخمو عندكم شي وصفات بزاف بالبيبنتال. اليوم راح نديرو وصفه بالبيبنتال اقتصاديه. عندي جوج حبات بيبنتال راح نستحقهم. عندي كذلك هنايا هذه حشوه انا نديرها للبوراك، مي البوراك يعني فضلت لي درت الحشوه، درت كميه اضافيه للحشوه. هنايا واش درت؟ بطاطا، زيتون، زيتون هنا مرقد في الدار، وكذلك فرماج رابي، شويه كاشير رابي، وكذلك معدنوس، ملح وفلفل اسود. نخلطوهم مع بعض، تصوروها كيما تحبوا، تبقى لكم اختياريه. راح نخدم بها يعني هذه، مش راح بايزوم في يعني طولت لكم لها هكا، ماشي انا هنا خدمتها اليوم، مي شنو راح نخدمها في الوصفه تاعي. وكذلك هذه بالنسبه للمكونات. عندي هنايا شويه تاع نص صدر تاع دجاج، يعني نص صدر تاع دجاج فقط، هذا راح نخدم به. انا دائما الدجاج تاعي ندير له ماريني بعد ما نقيه ولا كيما عودتكم دائما. هادو ما مش راح نديرها، هي انه نقطع البيض تاعي. هنا اول حاجه راح نديرها نملح هذاك البيدنجال تاعي هكذايا بشويه ملح هكذا، ونخلطو يعني هكذا المكونات تاعي، ونحطو نقلاو في المقله تاعكم. تكونوا درنا لها شويه المقله تاعنا اللي درت فيها شويه زيت، راح نبدا نقلي البيدنجال تاعي حتى نكمل نقلي كامل الكميه هكذا، ونعاود نولي. كذلك راح ناخذ نص صدر تاعنا تاع الدجاج هذايا، نقطعو الى شرائح، يعني تقطعو شرائح كيما تحبوا، نحي هاد الزوائد من هنا. نفس المقله اللي قليت فيها البيض الدجاج تاعي راح نقلي هذوك المواد الدجاج تاعي. بعد ما نقليهم على جوج جوايع يكونوا طابو، ثم نبدا طريقة التحضير تاعنا تاع الكراتان. بعد ما قليت البيبنجال قليت الدجاج تاعي هاويك، هاوليك هذيك الحشوة تاعي. هنا داك الدجاج تاعي هكذا دوك نفتوه هكذايا هكذايا، نحطو جانبا. حنا نوريلكم الطريقة كيفاش ندير. دير شوية تاع بطاطا هنايا، هذيك الحشوة هكذا، تقدروا تحشوها بمن حبيتو. ندير حبة أخرى وحدة أخرى هنايا، ونستفها في المول تاعكم. بعدها راح ناخد هذاك الدجاج تاعي اللي فتتناه، نديرو بين كل حبة ندير شوية هدايا. بالنسبه للبشاميل درت هنا 3 مغارف زيت، راح ندير 3 مغارف كذلك فارينة هكذا. انا نخدمها غير بالزيت ما نخدمهاش بالزبده. نخلط هذا الشكل. هنايا راح ندير حوالي 2 كيسان حليب كبار هكذا، نخلط حتى تعقد لكم هذيك البشاميل تاعها. نضيف لها شويه ملح، اذا عندكم جوز طيب ديروا لها جوز طيب، دير شويه فلفل اسود، تقدروا تضيفوهم هادو مع الاخير مي انا نورمال مي ما يخرجش. اخر حاجه راح نضيف لها شويه فرماج. البشاميل تاعي بعد ما تولي البيضه راح نضيف لها كميه من الجبن هكذا، نخلط. تقدروا تضيفوهم على النار، انا مضيفهمش. Thank you.
قبل ما يطيبوا حتى طيب لنا هذيك البشاميل مليح. ومن بعد الكراتة تاعنا تاع اليوم شوفوا الشكل تاعها يشهي ما شاء الله روعه. هاد الكراتة خلوها دوكا مازالت سخونه هكذا وقسموها وكلوها بنينه. ان شاء الله عجبتكم وصفه تاع اليوم. تلاقاو في وصفه واحده اخرى مع الطبخ انيسه.